السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أعزائي التلاميذ، عزيزتي التلميذات، أجدد الترحاب بكم في درس جديد من سلسلة دروس عن بعد. اليوم سنقدم درس تناسبي الجزء الخامس والمتعلق بسلم التصاميم والخرائط. كأهداف لهذا الدرس: حساب المسافة على التصميم بدلالة المسافة الحقيقية والسلم والعكس، حساب المساحة الحقيقية بمعرفة المساحة على التصميم أو الخريطة، ثم رسم تصميم لشكل بسيط. إذن قبل الشروع في شرح الدرس سنجيب عن التمرين التالي: استغرقت سيارة 3 ساعات لقطع مسافة بين بلدتين بسرعة 65 كيلومتر في الساعة. إذن ما هي المسافة المقطوعة؟ إذن للإجابة عن هذا السؤال سنقوم بالتذكير حول درس السرعة المتوسطة. إذن لحساب السرعة المتوسطة نقسم المسافة على المدة، ولحساب المدة نقسم المسافة عن السرعة، ثم لحساب المسافة نضرب المدة في السرعة المتوسطة. إذن كحل لهذا السؤال فالمسافة المقطوعة هي المدة في السرعة المتوسطة. إذن المدة تمثل 3 ساعات بسرعة 65 كيلومتر في الساعة، أي 3 في 65 تساوي 195 كيلومتر. ومن فالسيارة قطعت مسافة 195 كيلومتر خلال 3 ساعات. ننطلق كعادتنا مع الوضعية التالية: مثل مهندس بقعة أرضية طولها 12 متر بمستطيل طوله 6 سنتيمتر وعرضه 3 سنتيمتر. إذن ما هو السلم الذي مثل به المهندس هذه البقعة؟ أي أن هذا المهندس قام برسم تصميم لهذه البقعة على شكل مستطيل طوله 6 سنتيمتر وعرضه 3 سنتيمتر. إذن كيف قام هذا المهندس برسم هذا التصميم؟ أي أنه قام بتمثيل 12 متر والتي قمنا بتحويلها إلى سنتيمتر. إذن فهذه القيمة تمثل أو الطول الحقيقي للبقعة الأرضية، حيث مثله على التصميم بستة سنتيمتر. إذن فطول البقعة الأرضية على التصميم هو 6 سنتيمتر، والطول الحقيقي هو 1200 سنتيمتر. إذن السؤال: ما هو الطول الحقيقي الذي يمثله 1 سنتيمتر على التصميم؟ إذا نريد أن نعرف على هذا التصميم ما هو الطول الحقيقي لواحد سنتيمتر. إذا كيف نجد الطول الحقيقي الذي يمثله 1 سنتيمتر على التصميم؟ إذا فهذا يمثل الرابع المتناسب. إذا كيف نحسب الرابع المتناسب؟ نحسب الرابع المتناسب بضرب 1 في 1200، والحاصل نقسمه على 6 تساوي 200 سنتيمتر. ومن ف 200 سنتيمتر تمثل الطول الحقيقي لواحد سنتيمتر على التصميم. وبالتالي فهذا المهندس استعمل السلم التالي: 1 على 200، أي كل 1 سنتيمتر على التصميم يمثل 200 سنتيمتر في الحقيقة. إذن كخلاصة لهذا الدرس، فالسلم هو معامل التناسب بين المسافات الحقيقية لشيء والمسافات على تصميم أو خريطة لهذا الشيء.
إذن فهو يمثل معامل تناسب، لأن المسافات الحقيقية متناسبة مع المسافات على التصميم. وبالتالي يمكن القول أن السلم التصميم يمثل المسافة على التصميم أو البعد على التصميم مقسوم على المسافة الحقيقية. وانطلاقا من هذه العلاقة نستنتج أن المسافة الحقيقية تمثل المسافة على التصميم مقسومة على سلم التصميم، أو بعبارة أخرى المسافة على التصميم في مقام السلم. ومن نستنتج أيضا أن المسافة على التصميم تساوي المسافة الحقيقية في سلم التصميم. نأخذ المثال التالي، والذي يمثل تصميم لمنزل طوله 3 سنتيمتر وعرضه 2 سنتيمتر. إذن هذا المنزل مثل بسلم 1 على 1000، يعني 1 على 1000، أن كل 1 سنتيمتر على التصميم يمثل 1000 سنتيمتر في الحقيقة. إذا لحساب المسافة الحقيقية نضرب المسافة على التصميم في مقام سلم. إذا أردنا حساب الطول الحقيقي لهذا المنزل، نضرب المسافة على التصميم، يعني 3 سنتيمتر في مقام سلم 1000، يعني 3 في 1000 تساوي 3000 سنتيمتر، ونقوم بتحويلها إلى المتر ونحصل على 30 متر. كذلك ومثال بالنسبة للعرض، 2 في 1000 تساوي 2000 سنتيمتر تساوي 20 متر. ولحساب السلم نقسم المسافة على التصميم على المسافة الحقيقية. إذن كما تلاحظون، فالمسافة على التصميم أو الطول على التصميم يمثل 3 سنتيمتر، والطول الحقيقي يمثل 3000 سنتيمتر، أي أن 3 مقسومة على 3000 تساوي 1 على 1000. نقوم بالاختزال، أن السلم دائما يكون بسطه 1. ولحساب المسافة على التصميم نضرب المسافة الحقيقية في السلم. إذن لدينا لحساب المسافة على التصميم، نأخذ المسافة الحقيقية أي 3000 في 1 على 1000، ونحصل على 3 سنتيمتر. ننتقل الآن إلى التطبيق. أرسم ملعبا رياضيا مستطيل الشكل، أبعاده على التوالي 100 متر و 45 متر بسلم 1 على 1000، أي أن لدينا الطول الحقيقي والذي يمثل 100 متر، والعرض الحقيقي يمثل 45 متر لهذا الملعب. إذن كحل لهذا التمرين يجب حساب المسافة على التصميم، أي من خلال العلاقة، فالمسافة على التصميم تساوي المسافة الحقيقية في السلم. المسافة على التصميم تساوي المسافة الحقيقية في السلم. ولرسم هذا الملعب الذي عبارة عن مستطيل، يجب أن نحسب الطول. إذن فالطول يساوي المسافة الحقيقية، أي البعد الحقيقي لهذا الملعب يمثل 100 متر في ماذا؟ 1 على 1000، أي في السلم، تمثل 0.1 متر. ثم نقوم بتحويلها إلى السنتيمتر، نحصل على 10 سنتيمتر. إذن طول هذا الملعب على التصميم سيكون 10 سنتيمتر. كذلك نحسب العرض. إذن فالعرض يساوي المسافة الحقيقية أو البعد الحقيقي الذي يمثل 45 في السلم، أي 1 على 1000، فنحصل على 0.045 متر، ونقوم بتحويله إلى السنتيمتر فنحصل على 4.5 سنتيمتر. إذن بعد حساب بعدي المستطيل على التصميم، سنقوم بتمثيلهما، حيث أن كل مربع يمثل 1 سنتيمتر. إذن سنرسم الطول الذي يمثل 10 سنتيمتر، والعرض 4.5 سنتيمتر. نتمم
رسم الشكل فنحصل على مستطيل كل ضلعان متقابلان متقايسان ومتوازيان، ومنه فهذا هو التمثيل للملعب بسلم واحد على 1000، والطول على التصميم 10 سنتيمتر، وعرضه 4.5 سنتيمتر. شكرا على حسن تتبعكم.